السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعيد بالتواصل معكم مجددا، وأشكر جميع الزملاء والأصدقاء وأيضا المشتركين الحاليين المشتركين المحتملين الجدد. ونواصل مواضيعنا عبر قناة يوتيوب جعفر تيغري في موضوع تحت عنوان شروط المسؤولية. وهي هاد شروط المسؤولية شفنا منها أشخاص مسؤولون، وشفنا الآثار اللي كترتب على المسؤولية من بعد ما شفنا أساس المسؤولية في حصص متفرقة. واليوم غنشوفو شروط المسؤولية، وهي من مسؤولية بمعنى كنهضرو على مسؤولية أرباب الحرف عن الضرر الحاصل من متعلمين. إن شروط المسؤولية كنهضرو على مسؤولية أرباب الحرف عن الضرر الحاصل من متعلمين. فبطبيعة الحال يشترط لمساءلة رب الحرفة عن الأضرار الحاصلة من متعلميه توافر شرطين. يشترط لمساءلة رب الحرفة عن الأضرار الحاصلة من متعلميه توافر شرطين. الشرط الأول يتعلق بأن يكون المتعلم تحت رقابة رب الحرفة. والشرط الثاني ينبغي أن يرتكب المتعلم فعلا ضارا، أن يرتكب المتعلم فعلا ضارا. فبالنسبة للشرط الأول كما قلنا أن يكون المتعلم تحت رقابة رب الحرفة، فيجب أن يكون المتعلم تحت رقابة الحرفة في الوقت الذي يحدث فيه الضرر. أما ما يقع من المتعلم في غير هذا الوقت فلا يكون رب الحرفة مسؤولا عنه، لأن المسؤولية مرتبطة بالمراقبة. ويكون المتعلم تحت رقابة رب الحرفة أثناء ساعات العمل، كما تستمر هذه الرقابة خارج تلك الساعات إذا كان مقيما عنده يستغرق وقته كله. أما إذا لم يكن مقيما عنده فإنها تنقطع بانتهاء ساعات العمل، حيث تنتقل المسؤولية إلى أبيه فأمه. أما فيما يتعلق بالشرط الثاني أن يرتكب المتعلم فعلا ضارا، فكما قلنا أن يرتكب المتعلم فعلا ضارا، فلقيام هذه المسؤولية هو رب الحرفة يجب أن يرتكب المتعلم خطأ يضر بالغير. وقد صار الخلاف في الفقه في تعريف الخطأ المطلوب في هذه الحالة، خاصة إذا كان المتعلم قاصرا غير مميز. وقد سبقت الإشارة إلى هذا الخلاف بمناسبة الكلام عن مسؤولية الأبوين، لذلك دابا أهل الاختصاص إلى القول بأن مسؤولية رب الحرفة تقتصر على بعض أفعال المتعلم الضارة إذا كان هذا المتعلم غير مميز. وهذه الأفعال هي تلك التي تخالف التزامات فرضها أو التزامات التي فرضها المشرع على كافة بغض النظر عن سنهم، والتي يجب على رب الحرفة أن يحول دون وقوعها. على أنه إذا كان الضرر المنسوب إلى المتعلم ناشئا عن سبب أجنبي فإن ذلك يبرر خطأ المتعلم وينفي مسؤولية رب الحرفة. فإذا كان الخطأ مشتركا وزعت المسؤولية. إذن عموما شروط المسؤولية، وهناك نتكلم على المسؤولية المرتبطة بأرباب الحرف عن الضرر الحاصل عن متعلميهم، أنه يشترط لمساءلة رب الحرفة عن الأضرار الحاصلة من متعلمي توافر شرطين. الشرط الأول أن يكون المتعلم تحت رقابة رب الحرفة، أما الشرط الثاني فأن يرتكب المتعلم فعلا ضارا. إلى هذا الحد نكون قد وصلنا إلى ختام العرض، على أمل اللقاء بكم عبر قناة يوتيوب جعفر تيغري في حصة قادمة. صباحكم مبروك، بالله التوفيق والنجاح، دمتم في رعاية الله وحفظه.